والريح انت يدك هنايا ومن بعد والله غير اكثر واحد ناشط في حجره النص هو انا. كملنا ليك عامل النظافه نخدم التزيين نخدم نرسم ننحت ندير كلش. المدرسه جديده ان شاء الله هذه باذن الله باش ما يتكلفوا بك باذن الله نخدمها باذن الله خمم هذه الحاجه مليحه باذن الله. وليد كلمه واحده برك اللي قدمت لك اللوحه بالنيه الاخيره كي جاتنا لهنايا ربي يعيشك سيد الوالي ويطول في عمرك. سيد الوالي انا رسمت لكم اكبر جداريه في دخلتها حجره النص شفتها رايكم هي يشرفني هذا الشيء يا سيد الوالي. ماذا بينا لا كونتينياسيون انا ها سقسي اي واحد هنا العامل النشيط في حجره النص هو يوسف خلاص كمل انا هو ما كان حتى مشكل انا هو بصح يوفروا لنا سيد الوالي نخدموا هكذا يعاونون لازم يا سيد الوالي والله غير اكثر واحد ناشط في حجره النص هو انا. كملنا ليك عامل النظافه نخدم التزيين نخدم نرسم ننحت ندير كلش. المدرسه جديده ان شاء الله بإذن الله ما يتكلفوا بك بإذن الله نخدم هاي بإذن الله خمم هذه الحاجه مليحه بإذن الله شغل حجره النص للولايه كاع يا سيد الوالي انا عامل ناشط نخدم ليل ونهار والريحه انت يدك هنايا ومن بعد يعيشك يعيشك سيد الوالي بارك الله.